أول استشارة يا أخواني لإحدى بناتنا الصغار، يعني حوالي في الإعدادية. هذه البنت كان مستواها الدراسي مستوى جدا ما شاء الله متقدم، كل درجات في التسعينات، دائما من الأوائل، دائما البنت هذه متفوقة محترمة تحترم أهلها بشكل يعني كبير جدا. وفجأة لما صار كورونا، أنتم عارفين لما صار كورونا أغلب الأطفال إيش صار معاهم؟ أغلبهم ماذا؟ اعتكفوا على الهواتف النقالة باعتبار أن في منصة، في المنظرة، في التعلم عن بعد، أصبح كل بيت فيه. وللأسف الشديد كان أغلب الأطفال أذكياء جدا، خاصة الذكاء الآن معاهم الذكاء الإلكتروني الذكي جدا، هو فاتح منصة وفاتح اليوتيوب، تقربت أنت منه فتح المنصة، ابتعدت أنت عنه فطلع اليوتيوب. فهذه البنت سبحان الله في فترة كورونا نزل مستواها يعني بشكل كبير جدا جدا في المستوى التحصيلي. وايضا لاحظوا الاباء يعني الاب والام لاحظوا بان احترام هذه البنت لاهلها تغير، اصبحت من النوع العصبي، من النوع اللي بسرعه ما حد يكلمها تعصب تصارخ. والحمد لله بعد لما في اباء وامهات ينتبهوا في وقت مبكر هذا ممتاز جدا، هذا مؤشر رائع. لما يجي الاب والام وينتبهوا للتفاصيل هذه هذا جدا رائع، لان بعض الاحيان ما ينتبه سنه سنتين ثلاث وبعدين للاسف الخسائر تكون كبيره. كلما انتبهنا في وقت مبكر كلما كانت الخسائر اقل بكثير. المهم جاءت هذه البنت عندنا، طبعا بعد ما جلسنا معاها جزاها الله خير قابلتنا وكسبنا يعني الالفه بيننا وبين هذه البنت. كان المشكله كبيره، وهذه المشكله يا اخواني واخواتي بصل النساء ركزوا معي جيدا لانها افه، وانا اطلق عليها اليوم هي افه العصر، هو الخطر الكوري الإلكتروني. الآن في خطر كبير جدا من كوريا الجنوبية إلكترونيا باتجاه العالم أجمع، ما بس الإسلام. قصة ما قصة إسلام وغير إسلام، قصة آفة عالمية. واليوم في الاستشارة وأتمنى أن الوقت يسعفني راح أحاول أفصلكم بالتفصيل ما هذه الآفة وكيف المفروض نتعامل معها، وما حاب أكون سلبي، حاب اكون يعني دائما متفائل معاكم، لكن بعض الاحيان نضطر ان نجيب مواقف سلبيه عشان نصلح ما يمكن اصلاحها. كوريا الجنوبيه، وانا زرت كوريا الجنوبيه بس عشان ابين لكم بانها كوريا من الشعوب جدا رائعه، طيبين، متعاونين، ايضا متقدمين، يعني من ارقى مستشفيات العالم في كوريا الجنوبيه، من ارقى الشركات في العالم سامسونج كوريا الجنوبيه، من الدول المتقدمة علميا. الفايف جي الآن اللي الناس خايفين منه، الفايف جي كوريا الجنوبية. الفايف جي هو انك تشوف شيء ما موجود. لما افتتاح اولمبياد الاخير لما صار كوريا الجنوبية تشوف تنين امام عينك، تشوفه امام عينك بس ما تنين. بالفايف جي، ليش الناس خايفين من الفايف جي الآن؟ ان بالفايف جي هذا ممكن كوريا تطلق صواريخ وهمية ما موجودة وتحرك ايش تحرك؟ ترى سانة الدفاع عند الدول هجموا عليها بس ما موجودة. لماذا الفايف جي مسوي مشكلة؟ هذا المقدمة لو بين لكم مدى التقدم العلمي والتقني عند كوريا الجنوبية. في بدايات الثمانينات كان هناك ظهور مجموعة من الأشياء اللي تنافي الفطرة وتنافي الدين. كان في أمريكا مثل الإيمو عبدة الشياطين، مثل الحركة النسوية اللي ظهرت أيضا كانت في بدايتها في أمريكا، لأن كان حق المرأة في أمريكا في الثمانين في عام 1800 كان مسلوب نوعا ما، من حق المرأة تطالب بحقوقها، ما يسمح للمرأة تشهد بشهادات في المحكمة، لا يحق. فظهرت الحركة النسوية هناك بطريقة جدا جميلة في البداية في 1840 تقريبا. هذه الحركات فيها مبادئ وفيها أهداف، وظهر شيء يسمى الأنمي الياباني. الأنمي الياباني مثل أفلام الكرتون اللي تشوفوها، لكن الأنمي الياباني أخذوه من شخصية ساموراي اليابانية، المحارب الياباني. فتحصل كل أنمي ياباني دائما في حرب، في قتال، في سيوف. كوريا الجنوبية جابت هذا كله وعملت خليط وطلعت شيء جديد عجيب. تشوف هذا عبدة الشياطين اللي كانت في أمريكا والناس خايفين منها، جابتها الأنمي الياباني، جابته
الموضوع الإلحاد ما إلحاد جابته وعمله خليط، لأن هي الشخصية الكورية شخصية مبدعة، فمبدعة سواء كان بالسلب ولا مبدعة بالإيجاب، فهي مبدعة. الإبداع هو أنك تجيب شيء جديد، فهم خلطوا هذا كله وطلعوا بإبداع جديد جدا. كان من ضمن إفرازات هذا الإبداع ما يسمى بالكيبوب. الكيبوب هذه موسيقى، كوريا الجنوبية هي مصدر هذه الموسيقى. الكيبوب هذه طبعا فيها كثير، أكثر من 100 فرقة تقريبا. الناس يعتقد أنها موسيقى، هي ما موسيقى. وانتبهوا معي الآن، أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم، لأن راح أعطيكم ما هي الخطوات وما هي المؤشرات. إذا بغيت تعرف أن ابنك بدأ ينجر بعطيك مؤشرات، وما هي ما هي الحلول أيضا نعطي حلول، هذا هدفنا. الكيبوب ماذا يسمع ابنك؟ ماذا يأكل ابنك؟ مع من يتواصل ابنك؟ كيف يفكر ابنك؟ ما هو مستقبل ابنك بعد عمر 25 سنة؟ كل هذا محدد عندهم. ماذا يسمع ابنك؟ يسمعهم هم، هم مش مجرد موسيقى، هم مجموعة أفكار تغرس حتى عن الرب، حتى عن الإله يتكلموا، حتى عن مسلوب الحياة. طبعا هم يدسوا السم في العسل، لأن واحدة من البنات في إحدى المحاضرات، أنا أنزل مدارس كثير وأتكلم عن المواضيع هذه، في إحدى البنات تقول ليش سمعوا فرقة اسمها البي تي أس عندهم؟ قالت أنت ليش معصب كثير؟ مالك الله يهديك؟ قلت له خير؟ قالت بالعكس ممتازين ترى هذا. لا قلت له كيف؟ قالت تصدق هذا اللي خلوني أحب نفسي، هم علموني أحب نفسي. قلت له كيف؟ قالت لي هم كلهم عن حب نفسك وحب ذاتك وحب. لاحظوا معي، احنا لما تربينا، اغلب الناس اللي حاضرين هنا من نفس جيلي تقريبا، احنا متربينا تربينا بالتفكير الجمعي، صح؟ نحب العائله، نحب القبيله، صح؟ نحب سمايل ولايتنا، نحب عمان وطننا، صح لما صحت؟ هذه التربيه الجمعيه. هذه التربيه الان تربيه فرديه، حب نفسك انت، حب نفسك انت، كيفك، ما حد له علاقه، انا كيفي، هذا ما يتناسب معي، تمام؟ فهذه الحب نفسك فقد لنتي عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب به نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا عندما نرى المرأة، نشوف المراية، نقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. يعني أنا جميل خلاص، هذا الدعاء معناه أنا جميل، يعني أنا عاجبني شكلي. اللهم حسن خلقي، أخلاقي، سلوكي، كما حسنت خلقي، يعني راضي عن نفسي، أنا حاب نفسي. فأنت ما لازم بي تي أس يحب تحبي نفسك يعني. لما تحاورت معها قالت لي ها؟ شيء كذا؟ لأن عتبنا البسيط في التربية الإسلامية، بعض، نقول بعض، نتمنى أنهم قلة، بعض المعلمين، المعلمات التربية الإسلامية يعطي معرفة، معرفة متى مواعيد الصلاة، كيف نصلي، متى أوقات الصلاة، هذه معرفة، هذه ما تدوم. ليش؟ لأن الطالب يحفظها، تختبره، يحل الاختبار، خلص الاختبار خلاص. في التربية الإسلامية بالذات لابد طبعا في التربية، في التربية التعليم في ثلاثة أنواع من الأهداف. المعلم لما يجي يحط الأهداف يحط ثلاثة أنواع أهداف، يحط هدف معرفي، ويحط هدف مهاري، ويحط هدف وجداني اسمه نفس حركي. التربية الدينية تكون وين؟ في المكون العقائدي، في الوجداني، يستشعر، يتلذذ، يدرك. هذا الهدف الوجداني هو اللي نربي فيه تربية عقائدية، الهدف الوجداني، ما هدف المعرفي. الهدف المعرفي معلومة تعطيه يختبر فيها وخلصت، لكن ده هو ما تلذذ، إذا هو ما استشعر، إذا هو ما أحس، إذا هو ما أدرك قيمة هذا الدين، بالتالي هنا خلصت المعلومة، لأنه اختبر وخلص. وبالتالي لما نجي على، شوف هذه البنت الصغيرة لما قلت لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قلت لها شوفي كيف هذا الدين الجميل، كيف أنت حاسة بأن قبل 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا الحوار بيني وبينها لما صار بدأت معقولة كذا موجود، لأن ما موضوع الاختبار، أنا ما تحاور معه عشان اختبار.